بيحسدوني على نجاح شغلي، عنهم عليا ومش سايبني في حالي، رسائل غامضة كل يوم عن ناس عايزة تأذيها وبتحقد عليها. بطلة جعفر العمدة جوري بكر تواصل استفزاز جمهورها بحديثها الدائم عن الحسد، تعالوا نعرف ايه الحكاية. للمرة التانية على التوالي وداد بطلة مسلسل جعفر العمدة بتنشر بوستات بتحتوي على رسائل غامضة عن ناس بتكرهها وبتحسدها على نجاحها الكبير واللي حققته الفترة اللي فاتت في حياتها الفنية، علشان قرر أخيرا إنها تحذفهم من عندها وتبعد عن شرهم. وده اللي كشفته جوري في بوست نشرته على حسابها الشخصي انستجرام: مش عيب إني أحذف الناس اللي حرفيا مش بتعمل أي حاجة غير إنها بتراقب حياتي. أنتي من كرهك وغيرتك ليا مش قادرة تباركيلي على حاجة، إيه السخافة دي؟ طبعا جوري ما اكتفتش بكده، دي قالت كمان: ناس فاضية بجد، أعوذ بالله، ربي يجعل كيدهم في نحورهم. أيوة بصالك أنتي وهو وهي. ومش أول مرة تستفز جوري الجمهور بكلامها عن الحسد وخوفها من عين الناس. طلعت قبل كده ونشرت بوست وقالت فيه: الشاحن فرقع في وشي، والله حياتي مش بامبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا حتى تعبانة وبروح المستشفى كل يوم، بس مش عايزة أنزل الحاجات دي، ده غير وجع معدتي اللي مش بنام بسببه. وطبعا ما اكتفتش بكده، لا دي ختمت كمان بصورة الفلق. ومن هنا بدأت تساؤلات الجمهور عن الشخصية الغامضة في حياة جوري بكر، واللي كل يومين والتاني بتوجه رسائل ليها وتقعد تدعي وتحسبن عليها، وخايفة كمان من عينيها قوي كده علشان تنزل الأذكار وصورة الفلق. المتابعين مش سايبين جوري بكر في حالها، ونزل عليها سيل من الانتقادات بسبب تصريحاتها الغريبة كل يومين. الظاهر كده جوري هتسيبها من التمثيل وتركز مع السوشيال ميديا والناس اللي بتحسدها. ومن يوم ما ظهرت جوري بكر بشخصية وداد وهي كل يوم في برنامج شكل، وتصريحاتها كلها بتثير الجدل. وآخر حاجة طلعت جوري ردت عليه كان حقيقة زواجها من رجل أعمال شهير عايش في قطر، وإنها مش مصرية. وطبعا جوري كذبت كل الكلام ده، وقالت إن هي مصرية اسكندرانية حتى النخاع، وإن هي متجوزة شخص عادي مش رجل أعمال ولا حاجة، وإن هي كانت في دبي بحكم شغلها. بس الظاهر كده إن جوري هتفضل عايشة على ذكرى نجاح شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة حتى بعد ما المسلسل خلص. والسؤال دلوقتي: لحد إمتى هتفضل جوري باك توجه رسائل غامضة تستفز بها الجمهور؟ ده اللي نعرفه الأيام اللي جاية.